نسمع ايه بقى قبل ما نرجع نكمل الكلام؟ مفاجأة برضو. لا مش مفاجأة. في تتر موسيقى كان بيجي على القناة الأولى. اوكي. مشهور جدا بتاع دورية شرف الدين. طبعا بتاع نادي السينما. بالظبط. هنسمعه ونشوف بقى. اوكي. احنا هنأديه ازاي. اوكي يلا بينا. حلو 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 لدرجه غير طبيعيه. فكرتوني بطفولتي. بس انا كنت من الناس اللي بتحب جدا تشوف نادي السينما واوسكار واخترنا لك والعالم يغني، وجنبهم بقى كنت اشوف عالم الباليه والموسيقى العربيه. يعني طول عمري كنت بحب فكره الثقافه كلها، الموسيقى والسينما والفنون وحاجات زي كده.